المسافرين بيراقبوا محطة الكهرباء المتعطلة، كل ما عمال يروحوا علشان يصلحوها بيهددوهم ويطردوهم من هناك. العمال خايفة تروح عشان آخر مرة حد خبط معاهم ضربوه طلقة في رجله اتكسرت. عندك فكرة عن عددهم؟ عددهم حوالي من 12 ل 20 عنصر. في ورشة عربيات في الجورة، في ناس من هناك جم خدوا من عندي صاج وكبالن ومساعدين ودفعوا مبلغ كبير جدا. سألوني على مكنة لحام، قلت لهم ما بطلعهاش من الورشة، قالوا لي هنأجرها ونديلك اللي انت عايزه. العربية كده زي الفل يا باشا، دور كده. عندك حاجة تانية؟ خلي يا باشا. آخر حاجة بس يا فندم، من كام يوم الصيادين في البحر لقوا مركب فاضية وملهاش صاحب، ملوش فيها غير بواقي أكل بس. تمام يا رزق، احنا على ميعادنا، ولو جد جديد انت عارف تعمل ايه. هنور. على السلامة يا باشا. ودي اعرف كيف سالم مات يا عمي. ايش دخل الجيش؟ ايش قلت؟ سالم الله يرحمه كيف مات؟ ايش دخل الجيش في الموضوع؟ سالم مات بطل. مات بطل. ما في بطولة في الموت يا عمي. ايش قلت؟ ايش قلت؟ الشاي. لك دي لما ابوي مات سالم شهيد. سالم بطل. بطل لانه مات هو بيدافع عن اهله، عن ارضه، عن عرضه. المهم انا كنت اشتريت بيت جديد له سالم الله يرحمه. بيت كبير يعني، كنت يوسع على نفسه قدر الله وما شاء فعل. ايش رايك؟ تاخذ البيت الكبير توسع على نفسك، تبقى مستحيلك. الحسيني محتاجاك يا دكتور. والله يا عمي انا طول الوقت شغلي في القاهرة والبيت هني مأدي الغرض. أنا مبسوط منك، مبسوط منك. سمعت كلامي وتركت البنت الجميلة اللي كان ودك تتجوزها. الله يسهل حالها. عايزك تتجوز هني وسط أهلك، وسط أرضك، عرضك، عزوتك. ها؟ أما شغل مصر أكيد حلاقي واحد حلال يساعدك من غير ما تكون مضطر إنك أنت تروح طول الوقت هناك ولا تروح طول الوقت هناك. متوكل على الله. متوكل على الله. صف النية. أهم حاجة رضاك عني يا عمي. امشي في طريقك عدل. يحصل عدوك فيك ويرضى عن مكانك. وايد الجميع. احنا والناس. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات. وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.